هيكلم كان موجود في احد الندوات ويحكي اللي هو شافه ويشوف وجهة نظره في الندوات اللي عملها النادي الاهلي لتوعيه الجماعه العموميه، والجماعه العموميه اساسا واعيه، واللي احنا شفناه في الكلام قالوا كلام مهم جدا هنختصره دلوقتي. والفقره الثانيه هيبقى معانا الاستاذ لطفي السعان ناقد الرياضي المحترم، هيقول رايه من وجهه نظره في اللي بيحصل على الساحه دي. بس خلوني ادخل في الموضوع في البدايه عشان معانا بعض الامور اللي هنوضحها لكل اهلاوي. وشايفين اللي دي حدوته، فهتكلم كانها حدوته. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، كان في وزير عمل قانون اقره من مجلس الشعب وافق عليه. ابتدى يعملوا لائحه استرشاديه عشان يبعد المسؤوليه عنه. قال لك اللي يعمل لائحه الاسترشاديه اللجنه الاولمبيه. ده ضد المواثيق وضد الكلام وضد الكلام. قوم ايه؟ اللجنة الأولمبية تروح تعمل اجتماعات، تقعد مع نادي الجياد وتقعد مع نادي مش عارف ايه، وتنسى الكبير الأهلي. وبقت بقت لايحة إلزامية بدل استرشادية. قوم ايه تقعد في الخباسة مع الوزارة في اجتماعات محدش يعرف عنها حاجة، ويبتدي رئيس اللجنة الأولمبية تتوزع التورتاية. يتحط بند بقى ليه مش عارف الازدواجيه الجنسيه، يتحط بالهربان من الجيش، اتوزعت التورتايه في اللائحه. واحنا دايما بنتكلم عن شفافيه وديمقراطيه والكلام الكبير قوي ده اللي سمعناه ايام الثورات، ولا حاجه منه حصلت على ارض الواقع. قوم ايه اعلامي متواطئ طول الوقت هو اللي بيستضيف الناس دي. تاني اعلامي هو اللي بيستضيف وبيتبنى الفكره، اي حاجه ضد المجلس النادي الاهلي او ضد جماهيره او ضد اعضاء جمعيته العموميه ممنوع، ما بتسمعوش غير راي واحد بس. قوم ايه بيطلع يفتخر بده، ومن هنا ابتدت الحدوته. النادي الاهلي راح اتحرك لمجلس الشعب عشان يقعد عشان يناقش اللائحه الاسترشاديه اللي سياده الوزير قال طول الوقت عليها في الحدوته بتاعتنا، اللي عمل اللائحه الاسترشاديه هي اللجنه الاولمبيه. اول ما عرفوا ان النادي الاهلي في الحدوته رايح مجلس الشعب عشان يقعد ويتناقش ويقول انا الاهلي الكبير فيني من الكلام ده كله، وانا النهارده ميزانيتي ميزانيه 4-5 انديه في مصر، يلاقي نفسه بيناقش مين؟ اللي حاطط اللائحه الاسترشاديه زي ما قلت لحضراتكم هو هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه، المفروض اروح اناقشه. لا، مجلس اداره النادي الاهلي في الحدوته اللي هي حقيقيه، مش بنحلم حلم وصحينا ولقينا وخيال، لا ده اللي انا بحكي لكم، دي حدوته جميله عشان كل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي ولادهم صغيرين يحكي لهم القصه الحقيقيه بدون تزييف الحقائق مع الاعلاميه. قوم ايه مجلس الاداره في مجلس الشعب بيتكلم بيتناقش، في ناس تاخد اشاره تقوم تقف تعترض، مين الاربع انديه اللي موجودين؟ نادي الجياد، نادي العبور، وانديه غريبه جدا ومنها انديه زي ما احنا عاوزين كده طول الوقت نقارن الانديه الكبيره بالانديه الصغيره، في انديه كده مع احترامي للجميع اوضه وصاله يقول لك صوتها زي صوت الاهلي، ازاي؟ ازاي اللي بيقدم البطولات والجماهيريه وشرف ما بعده شرف الاهلي ده احط صوته بقى زي صوت الناس العاديه حتى على مستوى الانتخابات؟ مفيش مشكله. النادي الاهلي يروح يناقش اللي حاطط اللائحه الاسترشاديه يلاقي نفسه بيناقش الوزير. الله، دي مش حاجه غريبه، انا ناقش اللي حاطط اللائحه الاسترشاديه يمكن اقنعه او يقنعني. قوم ايه تبتدي بالونات الاختبار، ويبتدي لما تحب توجه كلمه للنادي الاهلي تجري على الاعلام. لكن الاهلي كبير، الاهلي كبير على مدار تاريخه. تخاطبني بفاكسات من عندك، تخاطبني اللي انت تجيلي مكاني، تخاطبني اللي انا اروح لك، لكن تجري على الاعلام ليل ونهار غير مقبول بالمر. النادي الاهلي بعدها حس اللي في الامور امور، والدنيا صعبه شويتين، وفي حاجه مش مظبوطه في الكواليس. قناته اتكلمت، ناس محبين اتكلموا، فقهاء دخلوا قال لك لا فرض على الجمعيه العموميه بتاعتي. وابتدى جاب ثلاثه من فقهاء القانون، ثلاثه ايه؟ كانوا اكتر من 16 واحد،
وثلاثه من ابناء النادي الاهلي واعضاء في الجمعيه العموميه، المستشار رجاء عطيه، المستشار عبد المجيد محمود، كمان الدكتور علاء مشر. وابتدى حس بدعم داخل الجمعيه العموميه غير طبيعي للكلام اللي بيحصل، ان محدش يفرض الوصايه علينا، احنا اللي نعمل لائحتنا، احنا اللي نصنع الامجاد لنادينا، احنا اللي نتكلم جوه نادينا، محدش يجي يفرض علينا ايا كان هو مين. لان المواد في القانون بتقول ايه؟ بتقول لا سلطه فوقيه على اعضاء الجمعيه العموميه، لكن احنا بناخد اللي على مزاج والاعلامي يا في الحدوته. تبتدي القصه، النادي الاهلي قرر يعمل توعيه لاعضاء جمعيته العموميه ويحشد، عشان في الكواليس في امور صعبه جدا. بتيجي تقول لي هتجيب 12,000 ونص وهتروح الجزيره في يوم واحد في الحر ده وفي الاجازات دي وفي العيد ده عشان امشي بلايحتك. فالنادي الاهلي العزه والكرامه اللي اتعلمناها، اللي الاعلامي دوت بيشوفها على مره ومره ويوم ويوم، ما هو يبقى تبقى عندك كرامه مره ومره ما عندكش كرامه، لكن احنا عندنا كرامه طول الوقت. فمن هنا اعضاء الجمعيه العموميه مش هيقبلوا بالكلام ده ان شاء الله. بس انا بحكي لكم الحدوته سريعا اللي عشنا فيها الشهر اللي فات ده كله، لان في حاجات في الكواليس انا هوضحها لكم وانتوا هتشوفوا كلامنا مظبوط ولا مش مظبوط. لان دايما زي ما وعدنا حضراتكم شاركونا في الراي، شوفوا كلامنا وما تصدقوش على طول، بلوروه جوه دماغه واضربوه في الخلاط كده وشوفوا كلامنا صح ولا غلط يا اهلاويه. فهو موضوع بقى موضوع كرامه بالنسبه للجمعيه العموميه. المهم كل ما يحبوا يخاطبوا النادي الاهلي يعملوا يجروا على الاعلام. بالمناسبه في اعلام مساند للوزاره وفي اعلام مساند ل اللجنة الأولمبية، اضرب بالونة الاختبار شوف ردود الفعل ايه، يطلع الإعلامي بالليل يكمل بالونة الاختبار، وهكذا وهكذا الأمور ماشية بقالها شهور. أنا مش هقول تمثيلية لأن أنا الحدوتة عجباني قوي اللي أنا بحكيها لكم، لأن الصدق بيبقى حلو قوي، بتحس إن أنت كده مبسوط. فمجلس الإدارة ابتدى يتحرك مع جمعيات العمومية، يتكلم يجيب الخبراء يتكلموا، لا مفيش حاجة في القانون ملزمة، هنمشي ورا قراراتنا. والاهلي من اول يوم، من اول يوم في التاريخ اعتقد من 1907، لكن 1909 كانت اول لائحه للنادي الاهلي، ما كانش فيه بقى ولا لجان اولمبيه ولا كان فيه، الاهلي كان بيحط لائحته للي عاوزين يعرفوا تاريخ. فمن هنا الفقهاء القانونيين قالوا اللي بيعملوا الاهلي صح، فكلموا مجلس الإدارة وعلى رأسه المهندس محمود طاهر، خد الخطوات، اضرب بإيد من حديد، أنت الأهلي وراك جمعية عمومية محترمة، اللي أنت بتعمله صح، القانون بيدعمك. قوم إيه؟ نقطة حلوة لازم تعرفوها، لما الجماهير بيتعمل لها قانون، وإحنا هنا في البرنامج طبق على الجماهير القانون، اللي يغلط حاسبه، لازم يبقى فيه ردع. احنا قلنا الكلام ده هنا؟ اه قلناه، لكن الوزاره عملته في قانون. لكن اعضاء الشيخ زايد لما القانون يقول من حقك تبقى تروح وتصوت في الانتخابات وتدلي برايك عشان يحصل مشاركه حقيقيه على الارض، يقول لك لا ده دول مش هينفعش اللي هم يدلوا بصوتهم، وساعتها ما بنحترمش القضاء وبنرمي الاحكام في الدرجه. واحنا عايزين قانون ولا مش عايزين قانون؟ ايه اللي مخوفكم ما تمشوا صح؟ ايه اللي مخوفكم ما تمشوا صح؟ اللي انا لو في اي سر قولوه ما تخافوش، في ربنا بيحمي الناس كلها. والله هنساندكم. لو مجلس اداره الاهلي شغال غلط والله ما هنقف جنبه. لكن في حاجات في الكواليس تجننك. خليني اكمل لحضراتكم الحدوته الجميله الرائعه اللي كلها تواطؤ وكلها كلام مش مظبوط. قوم ايه؟ مجلس اداره النادي الاهلي يعمل الكلام ده كله، الفقهاء بيراهن على اعضاء جمعيته العموميه، فقال لك انا هعمل ثلاث ندوات، خميس جمعه سبت، شيخ زايد، الجزيره، مدينه نصر، وانا ضد
هخرج من الحدوته ثانيتين، الكل في واحد. احنا الاهلي كده الكل في واحد. اللي عايز يعمل تفرقه يقول ده مش عارف ده مين، وده مدينه نصر، وده الجزيره، كلنا ايد واحده. ودلوقتي كلنا ايد واحده اكتر، ودلوقتي كلنا الاهلي. للي عايز يعمل تفرقه ويعمل ده مدينه نصر وده الجزيره وده ومش عارف ايه، واللي عايز يقول هم 50 ولا 100 ولا 20، ما هو الواحد من الرجاله الموجوده ده يجيب 1000. والكل عارف الانتخابات الاخيره حصل فيها ايه، من غير ما ادخل في تفاصيل عشان ما نتحاسبش على حد. تمام. قوم ايه، ارجع لي بالصوره ثواني يا جماعه. تبتدي اول ما النادي الاهلي يقول اللي هو هيعمل 3 ندوات، اضرب كرسي في الكلوب، اضرب بالونه الاختبار. مين اللي ياخد المره دي بالونه الاختبار؟ اسمعوا معايا وهوري حضراتكم عشان اثبت لكم اللي الباطل عمره ما يستمر. انا قبل ما اتكلم بشكر صوت الامه المحترمين، من اصغر واحد او من عامل البوفيه لاكبر واحد. عارفين ليه؟ لان الناس نشرت الخبر ده وشالته بمنتهى السرعه. طب تعالوا نشوف المؤسسه الكبيره العريقه الاهرام عملت ايه بعد ما بالونه الاختبار خرجت من الوزاره وخرجت من اللجنه الاولمبيه. شوفوا الشاشه مع حضراتكم المقاله، احاله مجلس الاهلي للنيابه. كل ده ردا عشان النادي الاهلي قال هيعمل 3 ندوات مع اعضاء جمعيته العموميه. ما تحلوش من النيابه ليه؟ طب خدوا المقاله الثانيه. قلق في الاهلي بعد احاله تقرير المركز المحاسبات الى النيابه العامه، مدير النادي لم يصلنا شيء رسمي وسويلم قرار الاحاله تراكمي. الاستاذ اللي كتب الخبر برضه عشان نقول اسماء، لان الاستاذ محمود صبري ساعات بيزعل مني، لكن انا بقول كلمه الحق. صديقي العزيز اللي كتب الخبر عبد الحكيم ابو علي. انا بقى هتكلم بمنتهى الصراحه والامانه، حضراتكم شفتوا ده عشان الاهلي قال اللي هو هيعمل 3 ندوات لجمعيته العموميه، هيتكلم معاهم على يومين. بالونه الاختبار خرجت بسرعه، فكل واحد بيعمل كده حطوه تحت الشبهات. انا اسف هقول الحقيقه، وانا مسؤول على كل كلمه بقولها قدام حضراتكم وقدام ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد بيركب البالونه وياخدها وينفخ فيها هو تحت الشبهات. ده خلاصه الكلام. اللي بيساند الغلط يتحط شبهات، في شبهه هنا يا تخرج منها. مش معنى انت اللي كتبت، صوت الامه المحترمين شالوا الخبر بعدها ب3 ثواني. انا شفت الكلام ده وطلع في الاخر الخبر مش صحيح ولا اعتذرت، لكن عتابي الشديد. انا احترم المؤسسات الكبيره منهم مؤسسه الاهرام، فلازم يحصل حساب من الناس الكبيره جوه الاهرام، لان احاله للنيابه واحاله للكلام ده كله لازم يبقى في ايدك مستند. لكن احنا عارفين اللي ورا الكلام ده كله وعارفين اللي حضرتك. يلا الاوردر، لكن الحمد لله رب العالمين. ده الاهلي وسمعه الناس مش لعبه، ده الاهلي وسمعه الناس مش لعبه. قوم ايه، يبتدي يلاقوا القصه دي ما جابتش امل. دول مش خايفين، دول مكملين، دول عملوا اجتماع. حضر 5 بقى فيه، حضر 2. اقول لكم على حاجه، رئيس النادي كان قاعد وما بيكلمش حد. انت تعبان ليه؟ طب خليني اقول لحضراتكم بقيه الحدوته. لقوا القصه ما بتجيبش امل، ابتدوا يرجعوا للاعلام المتواطئ تاني. قوم ايه، يطلع علينا رئيس اللجنه الاولمبيه ويقول كلام غريب، بس هشرحه بعد شويه. بس عايز اقول على حاجه، فالنادي الاهلي في الماده 25، كويس اللي انا افتكرت دلوقتي سريعا عشان احنا مذاكرين كويس وجايبين لوائح النادي الاهلي، حصل خطأ مطبعي فيها. خلينا نشوف المهندس محمود طاهر وضح الصوره دي لاعضاء جمعيته العموميه كلها. وقال ان الماده 25 حصل فيها خطأ مطبعي، فمن هنا نزلت النهارده اعتقد في الجريده الرسميه، وكمان حصل تصحيح عشان احنا عارفين هيحصل في بعض الامور امور، واهل الشر مستنيين. اصل في حياتك في اشخاص سيئين مستنيين الغلطه عشان، فالحمد لله خطا مطبعي اتصحح بسرعه، اتبعت للجريده الرسميه
وماشيين بخطوات مدروسه ومحسوبه. نروح نشوف التصحيح الخطا في الماده 25 المهندس محمود طاهر قال عنها ايه لاعضاء جمعيته العموميه. عايز انوه الحته مهمه جدا انه هناك خطا مطبعي نزل في هذه اللائحه. احنا بننزل اعلانات في جميع المقرات علشان نصلحه، وهننزل اعلانات في الثلاث جرايد القوميه الكبرى اللي هو في الماده 25 هناك بند بيقول بالاغلبيه المطلقه، الفائز بالانتخابات لابد من حصوله على الاغلبيه المطلقه. الاغلبيه المطلقه تعني 50% زائد واحد. ده خطا مطبعي حط عن طريق الخطا يعني، انما هو اعلى الاصوات، هو الفائز في الانتخابات الحاصل على اعلى الاصوات زي ما هو موضح تاني في الماده 27. يعني في الماده 27 هنلاقي ان هو اعلى الاصوات، ودي الخطا اللي كان حصل في الماده 25 بس بدل هذا الموضوع. ده للتوضيح، كان في كلام كتير جدا بس قطعنا الكلام اللي ده عشان لكل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. لائحه النادي الاهلي في الماده 25 مره ثانيه كان فيها بعض الخطا المطبعي، حصل تعديل اتبعت للجريده الرسميه عشان حضراتكم تبقوا عارفين ده بس الخطا الوحيد. وعضو الجمعيه العموميه زي ما شفت حضراتكم والكلام ده هو ماسك وبيذاكر وبيشوف، لكن ما بيفرقش معاه قد ما بيفرق معاه خوفه على ناديه وفرض الوصايه والشغل اللي مش مظبوط. الاعضاء الجمعيه العموميه انا شفت كلام ناس جديه عارفه بتعمل ايه، كلام مؤثر جامد جدا يحرك الصخر. قوم ايه يرجع لنا تاني بعد ما لومت الاختبار والنادي الاهلي رئيس مجلس ادارته قعد خاطب اعضاء جمعيته العموميه واتكلم معاهم. اللائحه ما فيهاش اقصاء لاحد، اللائحه ما فيهاش اقصاء لاحد. ولما تيجي تقول لي يوم اسمعوا النقطه دي يا اعضاء الجمعيه العموميه ويا جماهير الاهلي، لما يقول لك يوم وتحاول ترمي بالون اختبار من تاني طب ايه رايكم نعملها يوم واحد وفي الجزيره او مدينه نصر؟ عارفين ليه؟ عشان حضرتك واحد، ما قلت لكم هنرجع تاني للاشخاص السيئين اللي في حياتك، ممكن واحد يروح يدلي صوته في مدينه نصر ويرجع تاني الجزيره وبتلت الجمعيه العموميه. انتوا بتشتغلوا شغل غلط ليه؟ هو ايه الهدف؟ من اول يوم الناس دي موجوده حرب شرسه، وفي ايه؟ وقواضي وشغل شغال، مش هنخاف هنتكلم. احنا ما فيش حاجه اسمها انتخابات، اي واحد يتكلم عن انتخابات النهارده هو مش اهلاوي. اي مخلوق يتكلم عن انتخابات هو مش اهلاوي، احنا بنتكلم على حق للنادي الاهلي. بنتكلم على حق للنادي الاهلي. ده الاهم دلوقتي. ومحدش يفرض الوصايه علينا ايا كان. ومش هندخل حد هنا يرد، خليكم في البرنامج المتواطئ اياه، مع ان اللي بقوله غلط وانا ضد الكلام ده كله، لازم تسمع الراي والراي الاخر، لكن مش بعد شهور. امشوا في الطريق بتاعكم هنشوف احنا صح ولا غلط. المهم قوم ايه هشام حطب يلاقي الدنيا في ما مش عارف يفلفص، طب هنعمل ايه؟ يروح بالليل كده قبل ما ينام، يا سياده الوزير ايه الدنيا؟ ايه الاهلي ماشي صح والقانونيين نصحوه وممكن يلجا الاتحاد الدولي يوقف النشاط، لكن النادي الاهلي كبير يوقف النشاط لبلده؟ فدي الخطه اللي الناس هتبتدي تشتغلها. طب اسمع انا مش هتكلم، هوري حضراتكم فيديو لرئيس اللجنه عضو اللجنه الاولمبيه الاستاذ جاسر رياض في احد الندوات، اعتقد كانت في الجزيره في النادي الاهلي فرع الجزيره. نروح نشوف عضو اللجنة الأولمبية قال لك إيه يا سيادة الوزير ويا إعلامي ويا هشام يا حطب. نروح نشوف.